نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شاهدنا في الأيام الأخيرة توبة ساحر معروف باليمن والحمد لله، وذكر هذا الساحر التائب أن الشياطين الجن قامت بالانتقام منه، وذلك بقتل 2 من أولاده، فهل للجن قدرة على فعل ذلك؟ بإرادة الله، كما أن الإنس يقدر أن يقتل آخر، فكذلك من شياطين الجن من يستطيع أن يقتل الإنس، ولكن بقدرة الله وإرادته، فإذا حال الله بينه وبينه فلا يستطيع، وهذا من الابتلاءات. يبتلى المؤمن لا سيما التائب الساحر الصادق في توبته قد يبتلى، فإذا صمم على توبته وتوحيده نجا، وإن نكص وعاد إلى ما كان عليه قبل التوبة هلك.